رغم أني كنت عارفة أن مروان مش هيعمل أي حاجة، بس كان نفسي أحس ولو بمجرد الكلام أنه ممكن يكون الظهر اللي متسند عليه واللي مش ممكن يتهاون في حقي أو حق بنته أبداً. زي ما وريت لحضرتك يا ميس نور، الجرح بسيط جدا وهيلم بسرعه. بسيط ايه؟ ده هيسيب علامه في وشها. لا خالص ما تخافيش، والله الموضوع ابسط من كده بكتير، ولو حضرتك مش مصدقاني ممكن تاخديها بنفسك لاي دكتور تاني وهو هيأكد لك نفس كلامي. هتأكدتي بقى يا ميس نور ان سيليا بخير زي ما قلت لحضرتك؟ اتأكدت فعلا، بس برضه هوديكوا في 60 داهيه. يا ميس نور انا مقدره قلق حضرتك، بس الاطفال كلها بتقع، ده العادي. العادي؟ العادي ان طفله عندها سنه ونص طعمن على الكرسي؟ ده معناه ان انتوا جايبين لهم كراسي مش مناسبه لسنهم، وكمان مفيش رقابه، مع ان المفروض ان انتوا عينيكم ما تغيبش عنهم ولا لحظه. اوكي انا بقى هتصرف بطريقه تانية خالص، وان شاء الله هقفل لكم الحضانه دي خالص. اكزاكتلي هو ده المفروض يحصل يا فندم. خلونا نتكلم بالراحه، الموضوع ابسط من كده بكتير. ممكن لو سمحتي تبطلي كلمه بسيط عشان انت كده بتعصبينا كلنا. انا بجد اسفه يا فندم، الموضوع ده صدقوني اول مره يحصل عندنا. على العموم حقكم، واحنا موافقين على اي قرار هتاخدوه. لا هو مش انا اللي هاخد القرار، بابا ان شاء الله اللي هياخد القرار وهيطربقها فوق دماغكو عشان يعرفكو لو انتوا مش قد المسؤوليه ما تاخدوهاش من الاول. استهتار ده. خلاص يلا يلا يلا. عمور ايه في ايه؟ جيت في وقتك. ايه؟ في مصيبة حصلت. ايه اللي حصل؟ طب بالراحة. طيب مالها؟ في ايه؟ مالك؟ في ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بترميني ايه؟ حتة كيس مرمي في إيه؟ مالك؟ في ايه يا ماما؟ يا عمرو عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. طب ما تقولي يا حبيبتي ان انت عايزة تكلميني من غير ما حد يعرف، قولي لي يا حبيبتي من غير ما تشديني كده زي العيال التايهة. لا ما انا مش عايزة حد يعرف اصلا ان انت جيت. مالك يا قش؟ في حاجة؟ ها؟ في انت عاملة صح؟ فلنفرض انت عامله، فلنفرض انا بتخبيني انا هنا ليه؟ في ايه؟ اخس عليك يا عمرو، انا برضه عمري عملت عمايل، ليه ظالمني؟ ليه كلكم كده ظالميني؟ بصراحه انا مش عامله اي حاجه، انا ناويه ان شاء الله باذن الله اعمل عمله وعايزك تساعدني فيها. ان شاء الله وبتقدمي المشيئه كمان، برافو عليك. ناويه تعملي ايه؟ قولي 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 قولي، انت شكلك هتجلطيني. قولي. ناويه ادخل الرالي بعربيتك. سوري مين؟ فين؟ لا ما انت مش هتقول لبابا حاجه طبعا. لا سيبك من بابا، سيبك من نرجع لعربيتي. اشمعنى عربيتي؟ ما هم رخمين جدا وحاطين شرط ان انا لازم يبقى معايا عربيه 4x4، وانا ما اعرفش اي حد في الدنيا معاه عربيه 4x4 غيرك، فانت لازم تساعدني عشان خاطري يا عمور، عشان خاطري يا عمور، عشان خاطري ساعدني. والله ما هطلب منك طلب تاني والله. حطي ليميت للجنون بتاعك بقى، ارحمينا. وايه يعني يا عمور؟ ما الحياه كلها مجازفات. الله كلها مجازفة. انا ماليش دعوه بفلسفتك الزفتي دي، انا ماليش دعوه. بصي ابعدي عني يا قش، ابعدي عني. على فكره بقى يا عمور انت مش جدع. انا مش جدع وده اخر كلام عندي. بصي لو ابراهيم سالني وعرف ان انت طلبتي الطلب ده مني انا هقول له. وكمان فتان؟ انا فتان وهفتن. انا هقول له مش جدع وفتان وهفتن واطلعي بره اوضتي. طب والله يا عمور ما هطلب منك حاجه تانية. عنك ما طلبتي، اطلعي بره بقى يلا. اطلع بره فين؟ دي اوضتي اللي انت قاعد فيها دي. انا ما بحبش البينك اصلا. فيه ده انت رخم قوي.